وحول آخر التطورات في غزة، ينضم معنا من رام الله الوزير الفلسطيني السابق أشرف العجمي. مرحبا بك. يعني مع مضي الحرب في غزة بشهرها الثالث، هل بدأ العالم برأيكم بالتكثيف مع الحرب في ظل غياب أي بادرة حقيقية لوقف القتال؟ مساء الخير. يعني يبدو أن العالم لم يعد يتحمل هذا العدوان وهذه الجرائم التي يعني تمارسها إسرائيل على مدار الساعة ضد أبناء قطاع غزة. هي لم تبقي شيئا، تدمر البيوت فوق رؤوس أصحابها، تدمر البنية التحتية المدنية، وتدمر كل أسباب الحياة. وبالتالي العالم لم يعد يحتمل مثل هذه المشاهد والجرائم التي ترتكبها إسرائيل. ولكن للأسف يعني المنظومة الدولية القائمة حاليا لا تتيح للرأي العام العالمي التأثير على مجريات الأمور في الحروب وفي النزاعات التي تحدث، طالما أن الموضوع متعلق بدول كبرى لديها حق الفيتو ولديها القدرة على تعطيل قرارات دولية ذات شأن بهذا الخصوص. والولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد هي التي تلعب دورا أساسيا في منح إسرائيل الضوء الأخضر لممارسة عدوانها ضد الشعب الفلسطيني، وهي التي تمنع اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف إطلاق النار الذي هو أصبح حاجة إنسانية ملحة للمواطنين الفلسطينيين لكي يمارسوا حياتهم أو ليلتقطوا أنفسهم بصورة طبيعية. والولايات المتحدة الأمريكية كما شاهدنا في مجلس الأمن استخدمت حق النقض الفيتو ومنعت التوصل إلى يعني قرار وقف إطلاق نار، ومن ثم منحت إسرائيل وقتا إضافيا للاستمرار في عدوانها بنفس الوتيرة الهمجية المجرمة التي تمارسها. وهناك من يتحدث أن هذا الوقت يعني ربما يستمر شهر أو أكثر من ذلك. في كل الأحوال كل يوم يمضي بدون وقف إطلاق نار هو يوم لارتكاب المزيد من جرائم الحرب التي تقوم بها إسرائيل على مدار الساعة في قطاع غزة، وكل يوم ينزف فيه المواطنون الفلسطينيون شهداء وجرحى ودمار وتدمير لكل شيء إنساني في حياتهم. طيب سيد أشرف، يعني اليوم جرى الحديث عن استمرار الجهود للتوصل إلى هدنة جديدة، يعني ما هي الفرصة لتحقيق ذلك مع إصرار إسرائيل على المضي بحملتها العسكرية؟ لم تكتب لأي هدنة إمكانية النجاح إلا في حالة واحدة، أن توافق الولايات المتحدة الأمريكية على ذلك وتضغط على إسرائيل لممارسة ذلك. ونحن شهدنا عندما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية تطبيق هدنة لوقف إطلاق نار لتبادل الأسرى حصل ذلك، واضطرت الحكومة الإسرائيلية للموافقة على ذلك. نحن الآن في وضع الولايات المتحدة الأمريكية تعطي إسرائيل مساحة أكبر من الوقت لتنفيذ مخططها وعدوانها على قطاع غزة بحجة القضاء على حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ولكن إسرائيل لا تتقدم بهذا الشأن والأمور تتعقد أكثر، وبالتالي أصبح هناك دمار وقتل ومشاهد مروعة في قطاع غزة بدون أي النتائج تذكر من الجانب الإسرائيلي. للأسف هذا هو الواقع. طيب اليوم أيضا تحدث الأمين العام للأمم المتحدة عن الانقسام في مجلس الأمن حول غزة، برأيكم هل أصبح المجتمع الدولي عاجز عن تشكيل ضغط يؤدي إلى موقف دولي يعني حازم تجاه إسرائيل؟ المجتمع الدولي عاجز فعلا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تكيل بمكيالين ولا توجد معايير يتم تطبيقها على النزاعات والصراعات وتنسجم أساسا مع القانون الدولي ومعايير ومبادئ حقوق الإنسان وكل المعاهدات والمواثيق. هذه تمارس بشكل انتقائي. عندما يكون الموضوع يتعلق بدولة معادية للولايات المتحدة الأمريكية هي لا تنتظر حتى صدور قرار مجلس الأمن، هي تذهب بكل آلات الحرب والعدوان للقيام ب يعني ممارسة كل أشكال الضغط بما في ذلك الادعاء بأن هذا مناقض لحقوق الإنسان أو مناقض للديمقراطية أو مناقض للقانون الدولي. وعندما يتعلق الأمر
بالولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها ومصالح حلفائها، نجد أن القانون الدولي يغيب ومعايير حقوق الإنسان تغيب، وكل شيء يتعلق بالمنظومة الدولية لم يعد مطروحا على الطاولة. نعم، إذا كل شيء غايب بالنسبة إلى حقوق الإنسان والمعايير، لكن اليوم على الأرض وفي الميدان تتزايد على مدار الساعة أعداد الضحايا والنازحين في غزة. برأيك ما هو السيناريو المتوقع لمصير مئات الآلاف من الأهالي المدنيين؟ أن إسرائيل تمارس عمليات إبادة جماعية وقتل للمواطنين الفلسطينيين بشكل منهجي، وتدمر كل شيء لدفع المواطنين للنزوح والخروج من قطاع غزة. يعني عملية تهجير قسري ولكن تحت ضغط تدمير كل أسباب الحياة ومقومات الحياة في قطاع غزة. وفي الواقع لو فتح المجال للمواطنين في قطاع غزة، عدد كبير منهم سيغادرون القطاع لأنه لم تعد هناك إمكانية للحياة. هناك جوع، هناك نقص في كل وسائل الحياة، لا توجد ماء ولا كهرباء ولا وقود ولا معدات طبية ولا مستشفيات تعمل ولا مدارس ولا بيوت يلجأ إليها المواطنون. نتحدث عن أكثر من 60% من المباني في قطاع غزة تم تدميرها. نحن نتحدث أنه إذا حتى لو وقف أو تم وقف إطلاق النار، لن يجد المواطنون منازلهم للعودة إليها، وبالتالي سيبقون في العراء أو في المراكز اللواء البائسة التعيسة التي يعيش بها المواطنون، وبالتالي يدفع المواطنون للهجرة قسرا بسبب ظروف الحياة. هذا ما تريده إسرائيل، لأنها لا تستطيع السيطرة على قطاع غزة إلا بتهجير سكان قطاع غزة، سواء تهجيرا كليا أو تهجيرا جزئيا بشكل كبير. نعم، هذا الذي تريده إسرائيل، لأنها لن تنجح في القضاء على الفصائل كما تقول من خلال القوة العسكرية. الموضوع بحاجة إلى حل سياسي، وإسرائيل ليست في ورد الحل السياسي. نعم، من رام الله الوزير الفلسطيني السابق أشرف العجرمي، شكرا جزيلا لك.